السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رايحين نحلوا مع بعض تمرين 6 صفحة 14. عندنا احسب ذهنية، شوفوا كاين تمرين يشبه له، هاوليك احسب ذهنيا وشنو كان الجمع مع الطرح، طرح ولا القسمة مع الضرب. هنا يا لالا كاين جمع وضرب، كاين قسمة وضرب، كاين قسمة وطرح، دونك يعني العمليات مختلفة قليلا. كي نقولوا احسب ذهنيا معناتها ما نستعملوش الآلة الحاسبة، نحسبوا ذهنيا يعني براسنا هكذا. وشنو انا دائما نحب نفصل لكم، نبسط، نشرح بطريقة مبسطة، تعرفوني كيفاش نشرح، يعني باش تبان لكم. قادرة نقول لكم 10 في 3 30، نزيد لها 6 تساوي 36، ونكتب لكم A تساوي 36. لا نحب نفهمكم كيفاش اللي يعرف يحسب ذهنيا هكذا بلا ما يخدم يعني في المسودة، اللهم بارك، لما يعرف سي با غاف يخدم في المسودة بطريقة بسيطة ومن بعد يحط النتيجة ديالو، يعني هكذا باش يتفادى انه يخطأ. دركا عندي جمع وضرب، الأولوية للضرب، نضرب 3 في 10 اللي هي 30، والستة تقعد في بلاصتها، من بعد ندير الجمع ديالي عادي اللي هو 36. نروحو للبي، عندي 18 ناقص 12 قسمة 3، دونك الأولوية هنايا للقسمة، 18 تقعد في مكانها، 12 قسمة 3 هي 4، 4 في 3 12 صح، ونديرو 18 ناقص 4 النتيجة 14، 8 ناقص 4 4، 1 ناقص لا شيء 1. نروحو للسي، عندي 9 في 8 زائد 1، عندي ضرب وجمع، الأولوية للضرب، 9 في 8 شحال تساوي؟ تساوي 72، ونضيف لها 1 شحال تكون عندي؟ تكون 73. بهذه الطريقة نروحوا للعملية الأخيرة دي، عندي 20 قسمة 2 في 5، عندنا دي 20 قسمة 2 في 5، عندي القسمة وعندي الضرب، رايحة ندير العملية من اليسار إلى اليمين كما تعلمنا في القاعدة. دونك رايحة نقسم 20 قسمة 2 شحال تساوي؟ تساوي 10 في 5، والنتيجة هي 50 بطريقة بسيطة موضحة، إن شاء الله راهي مفهومة. نقولكم نتلاقاو في الفيديو المقبل بإذن الله، أي حاجة ما فهمتوهاش، أي طلب، أي استفسار، تلقوني في الانستغرام، لتما نكون قريبة لكم أكثر ونتواصلوا مع بعض. بهذا نكون كملت الفيديو، نقولكم تهلاو في رواحتكم وسلام.